فيديو آخر انتشر أيضا بشكل كبير على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وأيضا موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ويظهر مواطن مؤيد لعبد الفتاح السيسي نزل إلى ميدان التحرير ليثبت كذب وجود أي من التظاهرات داخل ميدان التحرير، فتعاملت معه الشرطة المصرية على هذا النحو. دعونا نشاهد. ميدان التحرير عشان خاطر الناس اللي بتسأل في ايه في الميدان، فانا هفتح لكم الصورة عشان تشوفوا ان مفيش اي حاجة. هادي الميدان اهو، مفيش اي حاجة خالص، والعربيات ماشية عادي، والناس بتحتفل بالزفة بتاعت الاهلي. اعدي اروح لكم فين؟ اعدي الناحية التانية. حاضر، تقفل الاشارة واعدي الناحية التانية. اها، تمام. حاضر حاضر، اهو اهو اهو، ثانية واحدة ثانية واحدة، تعالى بس تعالى بس، تعالى تتكلم في، لا لا لا، تتكلم في التليفون، تتكلم في التليفون، انت عمال تعمل تتكلم في التليفون وتصور القوات. وقف كده وقف كده، ثانية واحدة، هو ده مش اللايف بتاعك؟ ثانية واحدة ثانية واحدة.